السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا شرحنا الحمد لله البيم على قناة بيم أريبيا، وشرحنا ازاي اصدر من البيم لبرامج الفاسيلتي مانجمنت من خلال ان احنا نستخدم الملفات الكوبي. شرحنا ازاي نعمل ملفات الكوبي بالتفصيل. لو عايز تتابع اتفرج على الفيديوهات بتاعت بيم أريبيا على اليوتيوب، متنساش تشترك في القناة. ودلوقتي هنتكلم على اي بي ام ماكسيمو، وده من افضل برامج الفاسيلتي مانجمنت، مطلوب كتير جدا في السوق. ايه العبارة؟ العبارة ان انت بتعمل ادارة للملفات وللاوبريشن وللفاسيلتيز، وتقدر تدير كل العمليات اللي موجودة في المبنى بعد ما يتبني. يعني هنتكلم على الادارة وتشغيل المبنى بعد ما تسلم المفتاح للمالك. فهو بيديك امكانية ان انت تعمل صيانة، تعمل متابعة، تقدر تشوف المشاكل قبل ما تحصل، في قطع غيار بتتغير بشكل دوري وهكذا. ودي اهم الشغلات اللي شغاله بالبرنامج. هحط لك رابط في البرنامج وفي الباسورد بحيث ان انت تتعامل معاه، هو اونلاين. ومن المعلومات اللي موجوده اللي هو بيحتاجها وهيلاقيها في ملف الكوبي شيت، زي مثلا السبيسز والكيوبمنت، هيلاقيها في السبيس والتايب كومبوننت. ودي اعدادات تقدر تعدل في الإعدادات دي زي ما انت عايز. دي اهم حاجات. تمام، ده ملف كوبي بيكتبها فلور، بس هنا في الماكسيموم بيفهمها لوكيشن. غير مثلا الكومبوننت هو بيفهمها لوكيشن اند اسيت، اختلاف مسميات، بس هو بياخد نفس المعلومة دي يحطها هنا بدون اي مشاكل خالص. هنا مثلا كونتاكت، هنا مسميها هو بيرسون، فلا مشاحة في الاصطلاح، مش مهم الحاجة انت مسميها ايه، المهم ان هي تعمل اللي مطلوب منها. البروسيس بيبدأ بعد في. طيب دلوقتي هنفتح الموقع اهوت، تقدر تشوف المعلومات الخاصة بالمشروع كي بي اي جراف بالشكل دوت. تقدر تخش على ملفات البيم، تقدر تطلع عليها، تقدر تضيف شخص اخر للمشروع بالشكل دوت. تمام، تقدر تكتب الاسم، تكتب الديسبلاي، تقدر تحدد التايب بتاعه، التايب اللي انت هتبعت له بيه المعلومة. يعني هتبعت له مثلا ايميل، هتبعت له اس ام اس وهكذا. هتحط له الصورة بتاعته والورك فلو، الصلاحيات بتاعته. اول ما تخلص تسيف المعلومات ديت. هنا كل المعلومات الخاصة بالمشروع، وممكن يكون عندك اكتر من مشروع، فتقدر تشوف كل المعلومات اللي انت عايزها وتقدر تطبعها زي ما انت عايز. الديتيلز